تحديد المركز الثالث والرابع. كرة عرضية خطيرة يا عيني، السلام يا كيوكي. كيوكي يسجل هدف جميل، هدف جميل لمصلحة خور مكان. النسور يتقدمون بأول المعار من نادي النصر، فقط 21 عام للاعب نادي باهية. الكرة العرضية الممتازة والفينشين كان جميل بلقطة استعراضية على طريقة زلاتان، على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش. نعم سجل هدف، يعني يخسر أي أحد المدرب فتح العبيدي. وهدف التعادل جميل، هدف التعادل جميل لأحمد، أحمد اللاعب اللي كان للكرة في الشباك. هذه الكرة العرضية من علي مدن، المتابعة اللي كانت حاضرة، واحدة استلمها بقدم وسددها بالأخرى وراحت الكرة في شباك نادي خور فكان لتصبح النتيجة 1-1. الكرات الثابتة، هو من يحمل اسمه جون إينو. جون إينو يسدد يا عيني، أخذ من اسمه نصيب، أخذ من اسمه نصيب جون إينو برنابو كانو. يوم سجل بالكرات الثابتة الآن جونينو الصغير موجود على دودو والكرة الثابتة. جونينو يا ما سجل جونينو أهداء بطريقة جميلة، لكن جونينو المشهور نجم نادي ليون والمنتخب البرازيلي اللي يا ما سجل من كرات ثابتة، وأعظم لاعب سجل من كرات ثابتة النجم البرازيلي. الآن جونينو اسم شاب صغير يحمل اسمه ويستحق ان يطلق عليه جونينو بعد هذا الهدف الجميل من اللي احمد موسى. هيا احمد موسى والتسديد، هدف التعادل. تصبح النتيجه الان 1-1 او 2-2 عفوا 2-2 في شوط المباراه الاول، 1-1 في شوط المباراه الثاني. سجل نادي خور فكان وعادل نادي العروبه بهذه الكيفيه. احمد موسى يمهد واللعب